وسلم. ننتقل إخواني في الله إلى باب جديد من هذه التبويبات، وهو الفصل الأول المتعلق بالخبر. فمر معنا معنى الخبر، من يذكرنا بتعريف الخبر؟ من يذكرنا بتعريف الخبر؟ الخبر يرد في معاني، قد يرد به القول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو القول الصحابي، أو القول التابعي. هسه ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى الخبر، لكن هذا الخبر يمكن كما قال أخونا أن ينسب إلى الصحابة. هذا الخبر باعتبار وصوله إلينا له مراتب، له مراتب. فإذا التقسيم الأول باعتبار وصوله إلينا، قال ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. فإن كان له طرق، الطرق أي الإسناد الأول يسمى طريقا، الإسناد الثاني يسمى طريقا آخر، الإسناد الثالث طريق آخر. يعني هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر وعائشة أم المؤمنين. أبو هريرة في سلسلة رجال عبين ما وصلنا، وابن عمر سلسلة رجال، وعائشة أم المؤمنين سلسلة رجال. الأول يسمى طريقا، والثاني يسمى طريقا، والثالث يسمى طريقا. إذن هذا باعتبار وصول الحديث إلينا له طرق. و إذا كان هذه الطرق كثيرة فهذا يسمى الحديث المتواتر، وإذا كانت الطرق قليلة فهذا يسمى حديث الأحد. إذن ما الفرق بين المتواتر والأحد؟ ما الفرق بين المتواتر؟ تفضل. رواه أكثر، يعني أحسن من هيك، كويس، بس لو تعدل العبارة شوي يعني جوابك في أحسن من هيك. ومن هو ما رواه جمع يعرف عنه بالاتفاق. نعم، عدد الطرق لهذا الحديث كثيرة. الآن التعريف المبدئي، خبر الأحد عدد الطرق لهذا الحديث قليلة. خلينا نعبر بهذا، خليك معي، خليك معي، نتسلسل خطوة خطوة عشان نجي لتعريف. فإذا كان له طرق كثيرة فهو المتواتر، إذا كان له طرق قليلة فهو إيش؟ الأحد. فعبره بالكثيرة، قال بلا حصر، حتى المتواتر محصورة، لكن كثيرة المقصود هو يقصد بلا حصر أي كثيرة، وطرق محصورة أي طرق قليلة. طب شو حد القليل؟ شو حد الكثير؟ اجتهادي. لذا من أخطاء الذين ينقلون عقيدة الإسلام أن منهم من يقول لا تقبل العقيدة إلا من الحديث المتواتر، ولا تقبل من حديث الأحاد. فأول سؤال سنسألهم، ما هو الفاصل بين المتواتر والأحاد؟ سيقولون العدد الفلاني. هل هذا العدد الفلاني عليه دليل؟ هل هو قطع الثبوت، قطع الدلالة؟ هو اجتهاد. فبالتالي رجعنا أن العبرة أن ينقل إلينا بطريق صحيح، ولا يشترط العدد. فسنبدأ أولا بإيش؟ بالخبر المتواتر. فما هو تعريفه من ناحية اللغة؟ قال هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي التتابع. تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. إذن التتابع يسمى التواتر، هذا من ناحية إيش؟ اللغة. لكن نريد اصطلاحا، ما رواه عدد كثير
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إذا كان هناك جمع عن جمع، يعني 10 صحابة عن 10 تابعين عن 20 تابع عن التابعين عن 30، كل هؤلاء بدهم يكذبوا، وهذا فهذا يسمى متواتر. يعني مثلا يطلع واحد يقول لك أنا شفت في سماء عمان شفت طائر، مين اللي شاف؟ واحد في نزال، واحد في جبل عمان، واحد في مخيم الوحدات، واحد في جبل النزهة، واحد في ضاحية الحاج حسن، عدلك 20 جبل كل واحد بقول لك أنا شفته أنا شفته. هذولا شو مالهم؟ في أماكن مختلفة وما شافوا بعض، لا عندهم واتساب كان ولا عندهم فيسبوك، وبالتالي هؤلاء يقال لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب. فهذا هو المقصود، أن جمع روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدل الصحابي 5 10 20 50، 50 روى عن كل واحد 50 50، صاروا ايش؟ بالالوف بالمئات. فشو ماله؟ صار العدد كبير. مش ممكن هذا العدد كبير انهم كلهم اتفقوا على الكذب. فهذا هو الحديث المتواتر. شو تعريفه كمان مرة؟ ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ومعنى التعريف أي هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. شروطه، ما هي شروطه؟ 1 أن يرويه عدد كثير. طب ما هو العدد الكثير؟ فيه اختلاف، فإذا تحديد العدد الكثير اجتهادي وليس قطعيا. فمنهم من قال 10، منهم من قال 20، منهم من قال 30، منهم من قال 50. إذا في النهاية الحكم على حديث أنه متواتر حكم اجتهادي. 2 أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني ما بنفع يكون 10 صحابي 10 من الصحابة لكن طبقة التابعين 5. العبرة دائما في الحكم على أقل طبقة، فبده 10 10 10 20 30، لأنه أقل شيء يلي بقول متواتر 10 بده يكون في كل طبقة أقل شيء إيش؟ 10. أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب شرحنا. أن يكون مستند خبرهم الحس، أي هناك سمعنا أخبرنا رأينا. حكمه هذا يفيد العلم اليقيني أو الضروري، لكن هذا بعد إثبات أصل الحديث. أقسامه، هناك متواتر لفظي بمعنى هؤلاء اجتمعوا على نفس اللفظ، من أحدث في أو إذا من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر، ما به نقله جمع عن جمع عن جمع، لكن شماله بالنفس اللفظ. وإذا كان هناك فروق فهي فروق لا تغير المعنى. بينما متواتر النوع الثاني متواتر معنوي، يروي معنى الحديث. يقول لك رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، ما جاب لك اللفظ،
رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، ولكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده أو يديه عندما دعا، شو مال هالمعاني؟ واحد، هذا يسمى متواتر معنوي، في هناك متواتر لفظي وهناك متواتر معنوي. هل هذه موجودة؟ التواتر اللفظي موجود، التواتر المعنوي موجود، لكنه عدده اجتهادي يختلف من عالم إلى آخر، وبالتالي بعضهم قال يشترط في كل طبقة أن يكونوا بعدد شهداء أو من دخلوا في معركة بدر، يعني 100 عن 100 عن 100، فالتالي ما ظلش ولا إيش، حديث متواتر. طبعا أشهر المصنفات في ذلك الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، طبعا مطبوع عن دار التأليف بالقاهرة، وتحقيق عبد الله بن صديق الغماري في غلاف محذوفة الأسانيد، وقطف الأزهار للسيوطي أيضا مطبوع عن المكتب الإسلامي بيروت بتحقيق خليل الميس، ونظم المتناثر في الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني طبعا، وهو من فاس من بلاد المغرب، وأهل المغرب عندهم أسانيد كثيرة، فمن أحب علم الرواية بالإسناد فيمكنه أن يذهب إلى المغرب ويأتي بشيء كثير. والكتاني عائلة كبيرة جدا أخرجت سلسلة علماء ومكتبات ضخمة، وأين كانت تحتفظ المخطوطات المغربية؟ أين؟ أتعرفون أين؟ أين؟ في القصور الملكية، الملوك نفسهم يقتنون إيش؟ المخطوطات. فنظم المتناثر هذا مطبوع في مجلد عن المطبعة المولوية، وأخذتها عنها دار الكتب العلمية عام 1403 هجرية. إذن هذه الكتب مطبوعة. بهذا نكتفي، ونعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع تبويب جديد، والله الهادي والموفق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.